محطتنا الأخيرة لليوم من وحي تشرين وقريحة شعرية بذائقة إبداعية قدرت تجسد ملاحم تشرين بأبيات بتحكي بطولات النصر وتضحيات رجال الجيش العربي السوري، المؤسسة العقائدية اللي بفضلها بيستمر نبض الحياة والإرادة. لنقلب أوراق تشرين الأدبية بصباحنا غير لليوم مع الشاعر حسان يوسف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، أهلا وسهلا فيك. صباح الانتصار. وأنا جدي مقاتل في تشرين، كل عام وأنت بخير. هذه ذكريات تعود بنا إلى السبعينيات، في عام 1973 وأنا ضابط مقاتل. لذلك أقول شعرا إلى قائد تشرين: ما كنت إلا فارسا ونبيلا، جيل يحدث عن شموخك جيلا، يا ابن الجبال الراسخات تحية ومحبة لا تقبل التأويلا، إن هنا من عاهدوك على الوفا، جئنا نوفي روحك التبجيلا، من قال فيك مقالة مهموزة ما كان إلا خائنا وعميلا، أقسمت أنك لن تساوي مسارقا أرض الشآم ولن تكون بخيلا، وبررت بالوعد الشريف فكنت في تشرين سيفا للعلا مسلولا، حطمت في تشرين جيشا غازيا لا يعرف التحريم والتحليلا، ووقفت في الجولان وقفة مارد وملأت ساحا عسكرا وخيولا، تهب الحياة لمن تشاء تكرما والموت من يبغي إليه سبيلا، فالشام شامخة ونهجك خالد، قد جاء بعدك من بنيت بديلا، بشار أكمل ما رسمت وقد غدا قمرا يضيء وصارما مصقولا، فاهنأ بجنتك العلية سيدي ولك البيان مفصلا تفصيلا. تسلم هتم استاذ حسان، نحن سعيدين اليوم بوجودك معنا، عم نعيش نصر تشرين اليوم، تضحيات رجال الجيش العربي السوري اللي صنعت نصر تشرين، عم تصنع النصر مرة أخرى في الحرب الممنهجة الإرهابية ضد سوريا. قديش فعلا يمكن هيدا النصر أو انتصارات رجال الجيش العربي السوري بتخلق نوع من التحفيز، حالة شعرية فعلا بتقدر من خلالها تعبر، يكون في عندك مفردات تعبر عن هاي الحالة لكن بطريقة أدبية. جميل. أولا أنا كشاعر وكعضو اتحاد الكتاب العرب، أنا عندي 500 أغنية بزاع دمشق وللبعث وللثورة وللتشرين، عندي أغنية معروفة يوم الانتصار رفع القائد العلم، القائد خالد حافظ العلم في القنيطرة، قول اسمي القنيطرة ومخطوبي واسمه حبيبي تشرين، اسمي القنيطرة ومخطوبي واسمه حبيبي تشرين، خلقت وع اسمه مكتوبي، وكليلي غار وياسمين، اسمي القنيطرة مخطوبي، اسمي أنا من زمان، اسمي عروس الجولان، النصر أنا والزمان، خلقنا في ستة تشرين، اسمي القنيطرة مخطوبي، عجبين المجد انكتب اسمي بماء الذهب، لك يا جامع شمل العرب يا رافع ستة تشرين، اسمي القنيطرة ومخطوبي. أنا في رأيي الشاعر لازم يتغزل شيء بوطنه بانتصاراته. نحن في تشرين انتصرنا أول شيء على الوهم اللي كان معشعش في قلوب العرب أنه إسرائيل دولة أخرى. العقيدة اللي رباها القائد خالد حافظ الأسد لهذا الجيش كان سبب الانتصار، جيش ملتزم، جيش قاتل بصدق، حتى قال اليهود، وأنا كنت باختصاصي دبابات على يمين القنيطرة، الدبابات الإسرائيلية صارت تناطحها الدبابات السورية وجه بوجه، صرح قائد الجيوش هنا قال إما الجيش السوري مجنون ما في عقل وإما جيش لا يقهر، لأنه عنده عقيدة الشهد الشهادة أو النصر. من هذا المنطلق نحن دائما وأبدا تشرين نعتز فيها، نكبر فيها بمواقفنا، نتمنى أن تستمر هذه العزيمة وهذا الروح، وما زرعناه في تشرين حصدناه اليوم. هذه المؤامرة التي من 120 دولة على سوريا، أمريكا، إسرائيل، الخليج، أوروبا، أموال الخليج، زعران العالم، احترام عفوا من كل الكلمة، جاموهن إلى سوريا. 120 دولة قاتلناها بشو؟ ما قاتلناها بالسلاح المتطور، قاتلناها بإرادة شعب، بتماسك شعب. حاولوا الفتنة الطائفية ما زبطت معهم، حاولوا يعملوا التفرقة ما زبطت معهم، لا بالمصاري ولا بالإملاءات ولا بالتهديد، وقف الجيش السوري وقفة رجل واحد. لذلك نحن انتصرنا كما انتصرنا في تشرين، انتصرنا على الإرهاب في سوريا.
نعم، يعني أستاذ حسان، حضرتك كنت شاركت بحرب تشرين التحريرية وما بعد حرب تشرين التحريرية. اليوم حضرتك شاعر توثق بطولات جيشنا العربي السوري بأجمل الكلمات والأبيات. اليوم شو تحب توجه رسالة شعرية من حضرتك لكل أبطالنا بالجيش العربي السوري؟ بس بالمناسبة في شهيد صديقي استشهد في الأحداث، الله يرحم كل شهدائنا، كلنا شهداء الأحياء، كله بقصيدي نبئت باستشهاد من في كفه سيف المنون، فكيف فاجأه الردى وهو الذي كان المنون يخافه وينام في عين الردى متمددا، بطل كأن الله ألبسه السنا وحباه طيب العاطرات فغردا. إني أكذب مقلتي ومسامعي فالبدر في كبد السماء استشهدا، يا فارس الحلبات كنت مجلجلا في كل ساح حين يقترب العدا، وأتوك غدرا حين كنت مهاجما ورموك سهما صائبا متعمدا، فاهتز في كبد المجرة كوكب وبكى عليك البدر دمعا أسودا. دائما نتغنى بتشرين وبأبطال تشرين وبذكرياتنا، فذكريات كثيرة. طيب خلينا نستحضر مع حضرتك بعض ذكريات حرب تشرين التحريرية. حضرتك شاركت بحرب تشرين، نحن لما نقعد مع أهلنا دائما في ذكريات بآخر السهرة بيحكوا لك كيف كانت تفاصيل حرب تشرين التحريرية، دائما في ذكريات لا تمحى من الذاكرة، تترسخ وبتنتقل من جيل لجيل. جميل السؤال. أنا كنت ضابط في اللواء 90، طبعا قصاصي دبابات، أخذونا بالليل من منطقة يعفور، هذا تاريخ ما حد ما نذكره، الى القطاع الشمالي الى منطقه خان ساعه ثم خان الارلبي. وصلنا بالليل على تلول كروم الخان، بالليل اجانا صهريج المازوت عبى الدبابات مازوت، واجانا السيارات الذخيره، ملأنا الوحده الناريه خشني وناعمه اللي بنرفع الرشاش، وفي الصبح بكي نزلنا كل ما يتعلق على ظهر الدبابه من خيام من بطانيات من فرش شلناها على جنب. والشيء اللي هلا بلفت نظري كان المحاسب المالي، كنا قابضين رواتبنا، قالوا اعطونا رواتبكم كل واحد يسجل على ورقه شو لحقكم، لانه نحن رايحين على معركه، لانه كان عندنا كل عسكري كان عنده قناعه ما راح يرجع، لانه رايحين نحقق مصر. ف رجعنا احكمنا الدبابات، في اسمه الاحكام السريع بلغه العسكر، بيحكموا الدبابات، والساعه 2 تماما نحن على الدبابه استطلعنا على راس التلي، استطلعنا كل المناطق قدامنا. وقف قائد كتيبي قال هاي الخنيطرة، هاي قرية أوفانا، هاي تل عرام، هاي تل أبو الندى، هاي تل الشيخة، رسم النقاط على أمامنا، هذا قطاع هجومكم. الساعة 2 تماما انطلقت الطائرات الحربية المقاتلة، حوالي 100 طائرة بكل أنواع، ميك 17 19 21 سوخوي، كان منظر رائع جدا. ويلوحوا لنا بأجنحتهم دلالة السلام، هذه لغة العسكر، الطائرة بتعمل بتحرك جناحتها معناتها متحيينة. طبعا نحن رفعنا لهم أيدينا فرحين وشعرنا بالعزة والانتصار والنخوي والطيب. انطلقت الطائرات إلى التلول الموجود أمامنا وبدأ القصف الطائرات، ثم انطلق التمهيد المدفعي بمهد للمعركة. تنتين تماما كلياتنا في الدبابات، إجانا النداء لهلا بالذكر، كان نداءنا وفاق، كافة محطات وفاق، واحد واحد واحد، انطلقت الدبابات بالكتائب، ثم فتحت بنسق السرايا وفي نسق الفصائل، ثم صار نسق الهجوم، يعني صار الدبابات على نسق واحد. وصلنا للخندق المعادي، كنا مفكرين انه احنا خندق عميق وطويل، لقينا خندق الدهر اكل غير شرب، لا خندق عبر الدبابات، انما كانت حقول الالغام. هناك كان في تنسيق بين وحدات القوات الجويه والدبابات، وكانت معركه حاسمه، وتشرين تبقى ذاكره في قلوبنا، في حاضرتنا، في لاطفالنا نربيها. نحن قاتلنا ودفعنا الثمن وكنا فخورين بانتصاراتنا، ونحن اليوم رغم كبرنا جاهزين تنقاتل في أي لحظة إذا دعانا الواجب. نعم، يعني كمان نحن عم نستحضر مع حضرتك ذكريات، أيضا حابين تسمعنا شيء كمان شعري من وحي الحالة التشرينية اللي نحن اليوم عم نحكي عنها. أنا بدي أقول للشام القصيد اللي بحبها، قل من الطود الأشم أتيت نسرا، أطير إليك والأشواق سبق، وأحمل كل ما في الكون عشقا إليك مع المحبة يا دمشق، فأنت لكل مشتاق حبيب، وأنت غرام من يهوى وعشق، وأنت ملاحم الأبطال دوما،
وأنت الفعل والأقوال صدقه، فمن كفيك نبع الخير يجري إلى من في البرية يستحق، ومن بردى أريج العطر يجنى ويروي قصة العطر المدق، أوابدك شواهد كل عصر وبابك غير ضيفك لا يدق، ومجد أمية ما زال حيا له مع كل من يلقاه نطق، فإن يقسو الزمان فأنت أقسى وأنت من الصبا حينا أرق، وأنت النبع والباقون قطر وبين النبع والقطرات فرق، فإن غرب الهلال طلعت بدرا وإن طل السنة فلأنت شرق، حماك القائدان أبا وابنا فحقك أن تفاخر يا دمشق، فعذرا يا شآم فداك روحي فأنت بمهجتي مني أحق. يسلم هتم أستاذ حسان. خلينينا بالختام إذا بتحب توجه كلمة لكل متابعينا لرجال الجيش العربي السوري بذكرى نصر تشرين. أنا أقول إخوة المقاتلين السابقين واللاحقين، كلنا تجمعنا البندقية وعقيدة الجهاد ضد الاستعمار، نحن الرعيل الأول قاتلنا بشرف، وأنتم اليوم قاتلتم بشرف وفداء، قاتلتم هجم إمبريالي أمريكي صهيوني على سوريا وأثبتتم جدارتكم. أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى من هذا المنبر العظيم أن يسمعني الآخرون الذين غرر بهم أن يعودوا إلى رشدهم، فسوريا حاضنة الأخلاق والطيب والكرامة والمحبة، أرجو أن يعودوا إلى رشدهم، فوالله من كان سوريا لا خير فيه، ولكن عندما يكون مثل بيقولوا العودة إلى الحق خير من التمادي بالباطل. سوريا الأم الحاضنة، نتمنى أن يعودوا إلى سوريا، فسوريا قابلة للمحبة وصدرها واسع، والقائد الرئيس بشار الأسد الرمز أعطى أكثر من عفو وكان صرح صدر رحب، في ذلك نحن فداء لهذا القائد العظيم ونحن فداء لسوريا، حمى الله سوريا وقائدها وجيشها وشعبها. شكراً. نعم شكرا لك، شكرا لوجودك معنا استاذ حسان يوسف، وكل عام وحضرتك بخير. كل عام وانتم بخير. شكرا لكم، شعرنا جميل حسان اليوسف، نشكرك على وجودك معنا وكل عام وانت بألف عام.